الاهلي خط احمر في ليله خطوط الاهلي فيها الدفاعيه في امان. بعد خبر التجديد لرامي ربيعه، النادي الاهلي يجدد ايضا لياسر ابراهيم لمده عامين. كابتن ياسر ابراهيم هو لاعب بجد من اللعيبه اللي دخلت النادي الاهلي تحس ان هو طول الوقت عنده صفات وشخصيه النادي الاهلي. لاعب مفيش مشكله، لاعب بيدي بروح، لاعب راجل، كلمه راجل بجد تحط جنبها كلمه ياسر ابراهيم على طول وانت مغمض. لاعب بيدي 100% من اللي عنده. وانا بشوف ان في لعيبه دايما تقول ان هي مفرطه في موهبتها، موهبته مدي 70% منها. لا، ياسر ابراهيم بيدي 150% من اللي عنده. لاعب اتعرض مع فايلر لوقت صعب في البدايه، ياسر ابراهيم بعيد تجديد العقد، معانا الصوره اهو، ياسر ابراهيم ل 2025. في وقت مع فايلر ياسر ابراهيم كان بعيد، البعض قال الراجل مش مقتنع. ياسر ابراهيم بيقاتل كانه اساسي في كل لحظه لحد ما ترجع تلاقيه موجود تاني بشكل اساسي. مع كولر هنا في الاهلي خط احمر طلعنا ردينا من اللحظه الاولى ثقه في ياسر ابراهيم. تخيلوا لما جت اخبار ان ياسر ابراهيم خارج حسابات كولر لنهايه الموسم، وعرضنا هنا الناس اللي قالت ده، قلنا لكم ياسر ابراهيم خلال الموسم ده من اعمده الاهلي الرئيسيه. احنا بنغامر على الهوا بنقول لكم كلام؟ لا، احنا عارفين شخصيه ياسر ابراهيم، اللاعب اللي لما تجيله الفرصه واكيد هتجيله مش هيفرط فيها. ياسر ابراهيم بتاع لحظات كتير جدا في تاريخ النادي الاهلي مش هتنساها له، راسيات تاريخيه سواء هلال سعودي، صن داونز، حتى في لحظات كانت مع الهلال السوداني، في لحظات كتير صعبه هتلاقي ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم الاهلي في امان دفاعيا لسنتين جداد في وجود ياسر ابراهيم. بص، هو الحقيقه مجهود طبعا كبير، وزي ما قلنا لحضراتكم ده التحدي الاكبر للنادي الاهلي للحفاظ على نجومه، وده شيء ايجابي جدا. ولكن لما تقف عند ياسر ابراهيم في نقطه مهمه جدا 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 عند ياسر ابراهيم، هي ازاي قدر يغير قناعات جماهير النادي الاهلي ما قبل النظره لياسر ابراهيم قبل الانضمام للنادي الاهلي، ثم النظره لياسر ابراهيم بعد الانضمام للنادي الاهلي. ده ما حصلش كده من فراغ، ده حصل لما قناعات ياسر ابراهيم نفسها عن النادي الاهلي اتغيرت. اللي كان بيتغذى بيه ياسر ابراهيم في الانديه السابقه اللي لعب بيها وكان دايما بيشتغل على الصوره الذهنيه لبطولات النادي الاهلي، لما جه ياسر ابراهيم على ارض الواقع، ايه ده؟ ايه ده؟ مش ده اللي كان بيتقال؟ مش ده اللي انا كنت حاسه؟ مش ده اللي كنا واحنا صغيرين بيتقال لنا خد بالك اصل الاهلي بيتجامل تحكيميا، خد بالك اصل الاهلي بيتجامل تحكيميا، ده احنا بقينا نتعرض لظلم تحكيمي في وجود تقنيه الفيديو. عشان كده ده مهم جدا، مهم ان انت قادر تغير قناعاتك لما شفت الواقع، فغيرت قناعات جماهير او شريحه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي عنك، وانت ما اثبتتش ده لا بادعاء انتماء ولا الكلام ده كله، انت طول الوقت طول الوقت كنت فعلا راجل في قلب الملعب. والاهم لما بتبقى بره ارض الملعب بتكون راجل. لقطات كتير السوشيال ميديا السنه دي وقفت عندها لما كان ياسر ابراهيم قاعد دكه، واحتفاله بلقطات واهداف للنادي الاهلي كانت اكتر من احتفال لاعبين اصلا داخل ارض الملعب. ياسر ابراهيم وتعامله مع زملائه اللاعبين، ياسر ابراهيم اللي وصل ان هو بعد مباراه القاضيه والانتصار الكبير، وانه اخفى مصطفى محمد تماما بعد مباراه 3-1 اللي كانت في الدوري وكان له دور كبير جدا في حسم مباراه القاضيه، بيجي اول مباراه بعد القاضيه بيلاقي نفسه هو مش في الاساسي، في لعيب محترف جه على حساب ياسر ابراهيم. التزم تماما، اتدرب تماما، رجع قدر ان هو يحجز مكان في التشكيله الاساسيه. لعيب كل ما يضغط يطلع لك افضل ما فيه، كل ما تضغطه يطلع افضل ما فيه، وده حقيقه، لان ياسر ابراهيم بالفعل لاعب بنكهه النادي الاهلي وطبيعه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. مبروك ليك يا ياسر انت ورامي، ومبروك للنادي الاهلي بوجود لاعبين عندهم الخبرات، عندهم روح الفانيله الحمراء زي رامي ربيعه وزي ياسر ابراهيم. وطبعا مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي قدرته على مواجهه التحديات في ابرام الصفقات والتجديد لنجوم الفريق، لان ده تحدي صدقوني والله مش سهل على الاطلاق على الاطلاق، في ظل المتغيرات والمعطيات اللي موجوده في سوق الانتقالات وتحديدا سوق الانتقالات العربيه.